اصحابي اصحاب الكره الاهليه، لكم مني احلى تحيه. معانا في الفيديو ده مفاجاه موقع الكاف للنادي الاهلي، توتال انرجي كاف تشامبيونز ليجيو اند كونفدريشن كاب، مفاجاه كبيره جدا بمناسبه الخمسه. ومعايا كمان رضا الكونغولي وخير رمضان، ومعايا المخرج اللي ايه وكلام المخرج اللي عشان يرد على رضا عبد العال، وهقول لكم ليه رضا عبد العال وكلهم بيقولوا نفس الكلام. وكمان معايا الكسندر جوران المدرب المساعد لنادي مزيمبي وكلامه عن لمسه اليد، و الكسندر برضو تاني. ومعايا واقعه غريبه بتحصل ان في شويه رز وقفوا مباراه في الدوري المصري، ومعايا كلام حسام البدري اللي مش هيخليه يدرب في مصر تقريبا لانه قال كلام غريب، هنسمعه في لحظتها. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبينا الكريم. اخوك علاء، واشترك معايا علاء ومحترم، عاوزك تدعي معايا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يقدرهم على العدو الغشيم، وكمان اخواتنا في السودان وكل اخوات لينا مظلومين. زي ما انت شايف كده الصوره اللي هحطها جنبي اهوت، صوره حطها توتال انرجي، صفحه توتال انرجي كاف تشامبيون، بيقول ان يور ريكورد هاز بين، بيقول الاهلي اف سي ار ذا فيرست تيم ايفر تو ريتش 5 كونسيكيوتيف، بيقول ان النادي الاهلي اول نادي على الاطلاق في افريقيا يصل الى 5 نهائيات متتاليه. والصفحه اللي قدامك دي كاتبين فيها توتال انرجي ريكوردز بوك، كتاب السجلات الارقام، حاطين صفحه لوحدها للاهلي الصفحات السابقه فيها اللي وصلوا ل4 نهائيات، نادي مازيمبي ونادي اسمه هافيا كوناكري ده غاني، ونادي الاهلي برضو وصل ل4، وفي صفحة بالكامل واخدها الاهلي بالطول والعرض فيها 5 نهائيات الاهلي، فاتح صفحة لوحده ومتسجلة باسمه هي رقم 5، وحاطين في الصور النهائيات الخمسة من اول القضية لغاية بتاعة الوداد السنة اللي فاتت والفاينل بتاع السنة دي، ومحدش يقدر يعمل ولا يوصل للريكورد ده لغاية دلوقتي. النادي الاهلي وصل له وهو قدامه كتير قوي 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 اندية ما تقدرش تحقق الكلام ده على المدى البعيد، على المدى يعني نقول 10 سنين استحالة يكون في حد، 20 سنة استحالة يكون في حد الا النادي الاهلي يكسر رقمه بنفسه. الاستاذ خير رمضان بيتكلم على الكابتن رضا، بيقول عليه الكابتن رضا الكونغولي زعلان من الفوز الاهلي، يهاجم الحكم والمخرج محمد نصر معاه، وهو عندكم في الكونغو مفيش فار علشان تعرف ان غرفه الفار عندها كل الكاميرات ولا داعي للمخرج باي اعاده، كل خبراء التحكيم اشادوا بقرار حكم الفار لا والمخرج لم يكن محمد نصر. وطبعا انا هنا اهوت هجيب لك كمان الكلام بتاع المخرج بتاع اللقاء اسمه هشام عبد الودود، بيقول لك عندما يلجا الحكم لتقنيه الفار لا يكون للمخرج دور سوى إظهار النافذة على الشاشة للمشاهدين وليس الحكام، الإعادات داخل نافذة الفيديو من اختصاص الحكام، يعني بمعنى صح إن الراجل بيذيع لايف، الراجل بيذيع للجمهور اللي بيشاهد على الفضائيات، هو حتة الإعادات ده منه للجمهور، أما اللي تسجل وراح بعد كده غرفة الفار فهم بيتحكموا فيه ويبتدوا يشوفوا كل مقطع وكل كاميرا يخصهم هم، الشغل ده شغلهم هم، يعني الراجل ما عليه الا نقل الحدث كما هو، وهم ياخدوه يفلتروه ياكسسوه يشوفوا مين فيه ايه طالع ايه جاي منين راح فين، مش شغل المخرج خالص. طب هنا هو ليه رضا عبد العال وازاي وكلهم من وراه بيدوروا ازاي ان احنا نجيب حاجه نقول ان الاهلي بيكسب حرام، وتلاقيهم كلهم هو نفس، يعني بص لما ما يلاقوش اي حاجه فيجي بقى القبضيات او الكابو او الكوادر بتاعتهم اللي هو نخلق زيطه، واحد يخلق زيطه والكل يزمر وراه. طب الكل بيفهم، ما هو لو بيفهم الاولاني كان اللي وراه بيفهم ان العمليه التكنيكال ملهاش علاقه بمخرج اللقاء، لكن هي نعلقها في مخرج اللقاء ان هو بيجيب ايد وفيها يد وزاويه مش زاويه. طب الولد نفسه ما اعترضش، واكتر من كده انا هجيب لك بقى ايه الكسندر جوران المساعد المدرب المساعد لمازيمبي بيقول ظلمنا من قبل الحكم لصالح الاهلي،
ده طبعا ادعاء اي حد ايه بيخسر، لان لمسة اليد لم تكن متعمدة. يعني الراجل بيقر بان لمسة اليد موجودة، واحنا كلنا شفنا ان ايد الراجل طالعة في شكل غير طبيعي، يعني ايد الراجل ما هيش جنبه او زي موازية للتانية في حين القفز، لا ده ايد لوحدها منفصلة طالعة لوحدها. هو بيقول لك لم تغير مسارها، الكلام ده مشكوك فيه، لان الكرة طالعة من الهيد لاتجاه اليد، اليد اثرت على المسار من ابتداء خروجها. بيقول لك لم يشاهد لمسة اليد اي لاعب في الاهلي، حكم طبعا طبيعي كلها لان الكرة عالية، ولما الكرة عالية كل اللعيبة اساسا بتدور ازاي تعملها، وفي الحالات دي معظم اللعيبة القريبة بتغمض عينيها عشان خبطة الكرة. وبيقول لك حكم تقنية الفار هو من قام بالأمر، وده شغله، ده شغل يعني، لو حكم الفار ما عملش شغله يبقى لازمته ايه؟ يبدو ان تلك الحكمة كانت تعمل في جانب واحد فقط في مباراة الذهاب. خلي بالك الشكوى بيقول ان هذه الحكمة، خد بقى عشان تعرف ان هو تلاكيك واحد عشان خسر، خد دي عشان تعرف ان هي تلاكيك، يعني تلاكيك بالحكمة ماشي، اللي اسمها مش فاكر ايفلت او حاجة ايفلت مش فاكر اسمها. التلكيكة التانية بيقول لك وايضا ظلمنا في حالة كانت تستحق ركلة جزاء لنا بعد شد من احد لاعب الاهلي عندهم في ارضهم، ولكن تقنية الفار لم تتدخل. طبعا ده بيبين ان هو بيشتكي للشكوى، ان بيدعي عشان خاطر جمهوره، لكن هو صرح ان لمسة اليد موجودة، وقال ان هي ما غيرتش ايده، وقال ان هي اللاعب ما يقصدش، مع ان في ايد مرفوعه والتانيه لا. لو الاثنين اللاعب بيطلع بالاثنين هنقول عادي، ممكن بيستعين بالفيزياء عشان يرفع نفسه لفوق. وهنا بقول للاساتذه اللي يعرفوا فيزياء ولا يعرفوا اي شيء عن التقنيه والفيديو والفار ووظيفه كل واحد، هي العمليه كلها هلا بيلا، ويلا هنطلع ندق بمسمارين ونقول اللي نقوله، واللي يطلع يقول على فريه من الفريات عشان يطلع مكسب الاهلي مكسب حرام، كل القطيع قطيع تما يطلع يزمر نفس الزماره، ما يفكرش حتى يشغل مخه، ولا هو مش هيشغل مخه لان هو ما عندوش منطق العدل او الانصاف، لانه لو عنده عدل او انصاف كان ممكن يشغل مخه، لكن الوضع بهذا السوء وهذا عدم الانصاف وعدم الحياديه يعجبه طالما ان هو جاي في الاهلي. المنظر اللي قدامك دوت منظر اول مره هتشوفه، دي هتفتكر ان هو شغب او شماريخ أو اي شيء من ده، او حتى عاصفه ترابيه جايه على البلد، لكن ديت مباراه ما بين بلديه المحله والمنصوره، والماتش اتوقف عشان في حد كان بيدرس غله جنب الاستاد. طبعا من الاشياء الغريبه اللي بتحصل عندنا. كابتن حسام البدري احنا كان لينا كاهلاويه تعليقات كتيره على ادارته للمطشه او تدريب النادي الاهلي، واسلوبه اللي فيه اشياء كتيره تتعلق عليها. بيقول كولر يقدم اداء جيد مع الاهلي، ولكن احيانا لديه مشكله في التغييرات واختيار بعض العناصر الخاصه في مركز المهاجم، وانا افضل منه، هذا احساسي بنفسي. طبعا لازم كل واحد يحس بنفسه بالشكل ده، لكن لازم في نفس الوقت تحترم الاخر، عشان لما تحترمه هو هيحترمك والناس هتقدرك، زي ما بيحصل مع مدربين العالم كلهم، زي ما فايلر بيحترم مارسيل، وزي جوزيه ما بيحترم ده، وكل واحد بيحترم التاني في مجاله، لكن ما جوش اقول ان انا احسن منه. وطبعا لما توصل للدرجه دي ما حدش هيبص لك. والدليل اللي هقول لك عليه دلوقتي، بيقول لك اذا كنت امتلك عبد الله سعيد وامام عاشور ولدي مباراه مهمه على ملعبي، فسادفع بعبد الله لانه يجيد اللعب في مركز صانع الالعاب، وهو افضل من محمد مجدي قفشه. يعني ما تعرفش ايه اللي جاب مجدي قفشه وامام عاشور وبعدين عبد الله في النص. المهم ده بيثبت ان احنا مش محتاجين حسام البدري في اي حاجه موجوده عندنا في الاهلي، وتملي عندنا في الاهلي بنحتاج المدرب الاجنبي، لان المدرب الاجنبي هو اللي بيعرف يسيطر على نجوم منتخب مصر ونجوم الاهلي اللي شايفين نفسهم فوق، وهو هيجي من اعلى منهم ويدربهم ويعرف يحكمهم. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا. سلام عليكم.